الأساسية اللي بتربط ما بين وجود الفار والعدالة التحكيمية المطلقة دي مش موجودة، وإلا عمرنا ما كنا استعرضنا حالة تحكيمية واحدة فيها خبير تحكيمي. المعطى في النهاية والفاصل ما بيننا وما بين أي حد في النهاية إيه؟ هو الخبير التحكيمي وعدد الحالات التحكيمية. طب النادي الأهلي كان معاه حاجة ما تدلش ابدا ان في عداله تحكيميه بتحصل حتى وفي وجود الفار، لان فكره الهدف الملغى ده حاجه صعبه جدا. فكره ان الكره تدخل الشبكه دي من الحاجات، حتى مش لعبه فيها شك ركله جزاء، دي حاجه بتحتاج كتير جدا من استغراق الوقت في الفار عشان تتاكد. لا، النادي الاهلي ليه 6 اهداف ملغاه، 5 في الدوري خلال السنه الميلاديه دي وهدف في الكاس. نروح ونستعرض بالفيديو معاكم ال6 اهداف اللي تم الغائهم للنادي الاهلي عشان نتأكد ان لا، النادي الاهلي اتظلم قبل وجود الفار وبعد وجود الفار، ودي المشكلة الاكبر. هنا طبعا احنا عندنا في كرة ان معمولة بالعرض في رؤية جهاد كانت ممتازة. هنا ده في لعيب النادي الاهلي ناطط مع شريف اكرامي حارس، الاثنين رايحين منافسة على الكرة. الكرة وقعت من ايد شريف. ده تنافس عادي جدا، تنافس عادي جدا. دي انا رأيي فيها، هنا يبقى في استمرار اللعب اللي فيه تنافس اصلا على الكرة. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. دي ده داخل على السخان انت كده على طول؟ اصل احنا نجيب اللقطه ونعيدها. حكم مباراه النهارده حسب الهدف صح؟ طب كان قريب كام يارده من الهدف؟ كان حوالي 7 يارده. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام، مش هروح للفار خلاص. بس هو هنا كده لعب الكوره ولا الكره خبطت فيه ولا كان رد فعل اتفاجئ بالكره على رجله، عمل رجله كده راحت للاعب النادي الاهلي. لعب الكره كده. اذا لعب الكوره. طالما جايه من تعمد لعب من لاعب، يقول اللاعب اللي في موقف تسلل راحت له، خلاص لا يعاقب بالتسلل. هنا التسلل مش موجود، ويعني انا مش شايف يعني حتى الخط العمودي. بس كابتن برضو اسمح لي يعني موجود طارق مجدي وموجود عاطف حسين. ده خط الفار بقى، بص ده خط الفار. وادي خط الفار، قول لي فين التسلل يا كابتن؟ ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل. لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل. يبقى ما فيش برافو للمساعد. فين ايد اكشن؟ مش باينه ايده. مش باينه يعني ايده. والتصوير الاخراج بقى هنا ما خدموش، انه ما جابلوش كاميرا في ظهره. تمام. النهارده الفار هل قدم دليل واضح للحكم؟ حكم الفار قدم دليل بالشكل ده ما قدموش بنسبه كبيره يعني بنسبه 100%. اذا النهارده حكم الفار اخطا. دي المشكله الاكبر اللي انت بتتجاهلها، الغاء اهداف صحيحه في وجود الفار وتحت عين الحكام. انت بتتكلم عن لقطات كمان مؤثره للاسف بنفتكرها، زي لقطه البنك الاهلي ايمن اشرف والتر بواليا اللي ليه قصه تانية، هنشوف هدفه مع بايرن ميونخ. يعني اتلغى له هدف مهم جدا مع بيراميدز واتلغى له هدف امام بايرن ميونخ. انا بشوف ان هم فرقوا اصلا في مسيره اللاعب في الفريق، غير شفنا حتى في عدم وجود الفار في مباراه انبي في الكاس كان في الغاء لهدف. احنا بنتكلم في 5 اهداف في الدوري وهدف في الكاس، غير كمان هدف في الدوري مهم جدا كان. ده طبعا عشان احنا بنقول بنجيب اراء خبراء التحكيم. ده حصل جدل في فكره كابتن سمير عثمان لو تفتكروا، قال الصوره اللي جات لي بالطريقه اللي اتعرضت عليا بالسيستم اللي موجود في القناه. هنا اسلام جمال كنا بنتكلم ان ركبته كانت موجوده فين، وهدف مشابه، وبنتكلم ان هدف اسلام جمال في الجيش ده اسلام جمال ما اتحسبش ان هو جابها من جوه، كان مؤثر جدا. كمان معانا صوره هدف البايرن في برشلونه بدوري الابطال، هي توضيح. ازاي ده كان القرار هنا وكان القرار مختلف. يعني اذا احنا بنتكلم النادي الاهلي اسهل حاجه تطلع تقول قبل الفار وبعد الفار، بس نفسي حد كده يعمل زي ما احنا بنعمل لما يتكلم، يجيب حالات ويوضح، عشان حتى انت لما تيجي ترد تحس ان الرد صعب. انما اسهل حاجه في الدنيا يا جماعه، واسهل حاجه في الاعلام، انك ترد على مغالطات وتكشف قد ايه الاخر بيفتقد المنطق. بص، هي لو الحالات جت هنجادل الخبير التحكيمي، ولو الخبير التحكيمي قال راي عكس راينا انا اتجاهل راي الخبير التحكيمي، وسنظل نقول ونردد راينا برغم ان الخبير التحكيمي معاه على نفس الطاوله قال له ان القرار قرار غير قرارك انت، او غير يعني قدرتك انت على تقييم القرارات التحكيميه. فهو خالد غندور يعني عايش في الاعلام بالشكل ده، مهما قلت له ان القرار التحكيمي ده
في المباراة دي مش حقيقي هيفضل عايش بيه. كابتن ياسر عبد الرؤوف قال له مثلا في مباراه القاضيه مفيش اصلا ركله جزاء لصالح بن شرقي والعكس هو اللي حاصل، وقرار مصطفى غربال كان قرار سليم 100% ان اشرف بن شرقي هو اللي عامل فاول ضد ايمن اشرف. ولكن احنا في 2022 وبراهنكم ان اذا ربنا ادانا طول العمر ان شاء الله في 2029 هيقول في مباراه 27 نوفمبر 2020 كان في ركله جزاء لاشرف بن شرقي برغم ان كان بيتقال على الترابيزه من خبير التحكيمي ان هي مش ركله جزاء. احنا هنا بنروح للاخطاء المؤثره اللي موجوده في تقنيه الفار. اتكلمنا عن ركلات جزاء للنادي الاهلي لم يحتسبها الحكام في وجود تقنيه الفار بس كده، لا تخيل عزيزي المشاهد ايضا ان كمان في ركلات جزاء احتسبت على النادي الاهلي ليست صحيحه. نطلع نشوف الفيديو. صراحه انا هتكلم الكره دي من وجهه نظري لو انا حكم مش هحسبها، بس هي كره ضعيفه جدا، كره ضعيفه جدا 50% في 50%، فدعم قرار كابتن احمد الشناوي زي هم دعم قرار الحكم وخلاص همشي مع قرار الحكم. نخلي بالك زي ما كابتن احمد قال محمود البنا هنا ما حسبش، استدعاء محمد عادل حكم الفيديو. طب انت لو استدعاك حكم الفيديو ورحت، نعم لو استدعاك حكم الفيديو ورحت، بص انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري وانا بتفرج عليه انا ما فيش دفع، انا لو هحسب هيبقى في ممكن يبقى في خطا من علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي. احنا مش شايفين قدامنا ان في عرقله، مفيش عرقله، مفيش عرقله. استنى يا كابتن، صور ثانيه، صور ثانيه. ما بقولك الصفير ده، هل حمدي فتحي رجله الشمال مع عرقله الجزيري؟ ما هو ده يا كابتن مش واضح في الصوره قدامنا يا كابتن. كابتن مفيش صورة اوضح من كده. لا مش واضح، يعني حضرتك مش قادر تاخد قرار. مش واضحه. طب قول يا كابتن سمير، يستمر اللعب، يستمر اللعب، لا توجد ضربه جزاء من وجهه نظر حضرتك. بالنسبه للصوره دي مفيش. تخيل عزيزي المشاهد النادي الاهلي لعب 38 مباراه في سنه 2021 في الدوري، لما يتحسب عليه ركلتين جزاء المفترض تفكر مين الفريق اللي ممكن يحتسب ليه ركله جزاء ضد النادي الاهلي في وجود تقنيه الفار وتكون ركلات جزاء غير صحيحه. كان المفترض قبل ما اطلع الفيديو تبقى عارف ان هم ركلتين جزاء لنادي الزمالك، لان هو ده اللي بيحصل في وجود تقنيه الفيديو. ويجي خالد غندور يكلمنا عن التحكيم، بس انا عارف عشان لو بيتفرج وهو اكيد متابع بشكل كويس جدا، الاعداد بيقول لي ان كابتن طارق يحيى اللي كان قاعد في استوديو 27 نوفمبر 2020، بس في النهايه هتفرق معاه كابتن ياسر عبد الرؤوف، ممكن تفرق معاه والله ما هتفرق معاه، لا هتفرق. كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ان في خطا على بن شرقي، وربنا يدينا ويديكم طول العمر، هتسمعوها كتير خلال سنوات طويله جدا، ان في ركله جزاء لبن شرقي في نهائي القاضيه. لا ده احنا بقى عشان ما نسيبش حاجه، جبنا لكم اهداف ملغاه، جبنا لكم ضربات جزاء لصالح الاهلي لم تحتسب، وركلات جزاء على الاهلي تم احتسابها وهي غير صحيحه، وكفايه وقعه سيف الجزيري، لان بشوف دي وقعه مسيئه للتحكيم المصري. ولكن بقى عشان ما نسيبش حد في نفسه حاجه، حتى الكروت الحمراء الغير محتسبه في مباريات النادي الاهلي اللي كانت تفرق ايضا، لان ده شيء مهم جدا انك تلعب والعنصر اللي قدامك بينتقص لاعبين. نطلع ونشوف الفيديو عشان نعرف ان الاهلي تقريبا ما فيش حاجه تحكيميا ما اتظلمش فيها، ولا نظريه مؤامره ولا ادعاء ولا كل حاجه، ده خبراء تحكيم بيتكلموا. في الاول تستحق انذار ولا طرد؟ طرد طبعا. هنا اللعبه دي بالشكل ده انا شايف بالدخول بالرجل كده بالحته دي خلاص، استخدام ده وجاي بالقوه. اذا هنا القوه موجوده ولا مش موجوده؟ طبعا موجوده. واستخدام ايه؟ قوه زي ده اسفل الايه؟ الحذاء. اسفل الحذاء، فطبعا هنا كان لازم يطرد على طول، صفر خطا، بس كان لازم ينقص ايه؟ الانذار. هنا لازم انذار على لعيب نادي سموحه اعتقد حسام حسن. في حسام حسن انذار في الدقيقه 73، اذا لو هنا كان خد انذار كان يبقى الانذار الاحمر، الكارت الاحمر ده الانذار الثاني. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. نعم. اي مخالفه تمنع فرصه محققه احراز هدف خارج نعم. منطقه الجزاء كارت احمر. نعم. الشيء اللي انا مستغربت له برضو تاني عايز اقوله، الحكم الفار لعبه زي دي تستحق الطرد، ولا بيدي انذار كان لازم يستدعيه يقول له تعالى اللعبه دي طرد. يعني اعتقد في فكره كده ان انت الموسم اللي فات تحديدا والسنة اللي فاتت محتاج يبقى بتتحلى بقليل من الذكاء الإعلامي لو انت منافس، ان انت بالبلدي كده تردم عليها، لان كل مرة بنستدعي الحالات اللي زي دي في مباراة زي بيراميدز او مباراة زي غزة المحلة تحديدا او غيرها كتير جدا من المباريات اللي شفنا فيها احداث كانت صعبة جدا وفرقت مع الاهلي في نقاط، بنضطر نكتر دوري ليس ادعاء ولا مظلومية، النادي الاهلي تضرر فيه تحكيميا وكان من أسباب فقده الأخطاء التحكيمية اللي تخلي الناس تتكسف شوية وما تجيبش سيرة التحكيم مع الأهلي خالص.
سنة 2021 ما كانتش السنة الأفضل للحكام في وجود تقنية الفار. نتمنى 2022 وإن كانت البدايات غير مبشرة نتمنى تكون أفضل من سنة 2021 للتحكيم المصري، عشان أتمنى إن أنا آجي في آخر سنة ميلادية أو آخر حتى موسم كروي أقول بالفعل تحكيمنا المصري بخير. أنا حتى هذه اللحظة مش قادر أقول إن التحكيم المصري بخير. دي كانت أخطاء حبينا نجمعها لكم ونوضح لكم كمان الاختلاف. لما الأهلي لعب 14 مباراة إفريقية، إيه اللي كان حاصل قبل تقنية الفار وإيه اللي كان بعد تقنية الفار؟ نستعرض الصورة اللي بتوضح قد إيه التحكيم المصري مش بخير في 2021. الأهلي لعب في الدوري العام 38 مباراة، ركلات جزاء غير محتسبة في الدوري 9، ركلات جزاء غير صحيحة احتسبت للمنافس وهو نادي الزمالك 2 ضد النادي الأهلي، أهداف ملغاه في الدوري 5، كروت حمراء كان المفترض يستحقها لاعبي المنافس أمام النادي الأهلي 3، يعني إجمالي 19 خطأ تحكيمي في 38 مباراة، يعني مين يزود مباراة عليك ومباراة علينا. في دوري أبطال أفريقيا الأهلي لعب 14 مباراة، في ركلة جزاء غير محتسبة، دي كانت مباراة صن داونز واللي كان يستحق فيها أونيانجو طرد اللي هي مع محمد شريف، وكان في ركلة جزاء غير صحيحة احتسبت على النادي الأهلي ولكن دي ما كانش موجود تقنية الفار. رضوان جيد مباراة الأهلي وفيتا كلاب اللي كانت في القاهرة، مفيش أهداف ملغاية للنادي الأهلي، مفيش كروت حمراء كانت غير محتسبة للأهلي وما خدهاش، بالعكس ده لما جاء تقنية الفار شفنا بنهيني بيطرد، شفنا ركلة جزاء الترجي بتتحسب بتقنية الفار. في كأس مصر الأهلي لعب ماتشين عشان يؤكد اللي أنا قلته في الدوري المحلي أو في المسابقات المحلية، التحكيم المصري بيقول لك مباراة عليك ومباراة علينا، ركلة جزاء غير محتسبة استعرضناها، أهداف ملغاة أيضا استعرضناها، يعني لعبنا مباراتين كان المباراتين فيهم أخطاء تحكيمية من الأخطاء التحكيمية المؤثرة في مسيرة التحكيم المصري أو مؤثرة على نتيجة المباراة، يعني 39 مباراة دوري أو 38 19 خطأ. قول. أنت تفهم من المقارنة دي إيه؟ في أفريقيا وفي الدوري. بالظبط، ما ده الموضوع مش مرعب، مش من التحكيم المصري، هنا في فار أتى ثماره وقلل نسبة الأخطاء وعمل قلل في خطأ العنصر البشري، وهنا في أنا مش عايز أقول مسرحية، في مجرد شاشات وناس بتقعد تتفرج جوه وبره. النادي الأهلي في المباريات الأفريقية في وجود تقنية الفار لم يتعرض لظلم، وإن كان حكم الساحة في بعض المباريات ما منحش النادي الأهلي حقه استدعاه تقنية الفار، زي ما قلنا مباراة الترجي، زي ما قلنا مباراة الوداد بس دي كانت في سنة قبلها 2020 في قبل نهائي القاضية، زي ما بنتكلم في مباراة فيتا كلاب دي كانت بدون تقنية الفار. ورضوان جيد جه في النهائي في وجود تقنية الفار جاب استدعى حكم المباراة باسفك وقال له في طرد هنا على هبي عشان يخلي كل أهلاوي هبي. نشوفكم بعد الفاصل، اوعى تروحوا في أي حتة.